عن حب، اتمنوا ان ده ما كانش يحصل، ويا ريت اللي حصل يا ريتنا ما حبنا بعد اصلا. في بقى معانا خبر على السوشيال ميديا وهو بيتكلم عن مسلسل سابع جار اللي انا تقريبا انتوا كمان بتحبوه، كلنا كنا بنتفرج عليه. بيقول ان الناس بتنقده دلوقتي وبتقول ان هو عكس تقاليدنا وعاداتنا بسبب انفتاح العلاقات اللي فيه. وبيقولوا واحد من المتابعين كمان قال المسلسل كان ماشي جميل بس بقى يعرض حاجات عكس عاداتنا وتقاليدنا، فليه يا جماعه خليتونا نتعلق بالمسلسل ده من الاول. اعتقد ده اخر خبر معانا النهارده. لا لسه في خبر، خبر بقى احنا حصل كلنا زعلانين عليه. ده كان خبر مؤلم لكل الشعب المصري والبلاد العربيه وكل جماهير